للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور جمال الأليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور، أرحب بك إلى هذه النشرة. بداية، إدخال الغاز الطبيعي لكل هذا العدد من الوحدات السكنية، حدثنا بشكل مبسط عن الأبعاد المختلفة الهندسية والتقنية لهذه العملية. خلينا أقول لك، المشروع القومي لإدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية أو للمنازل ده مشروع استهدفته القيادة السياسية لثلاث أركان رئيسية. الركن الأول وهو استفادة المواطن بما لدينا من مقدرات من الغاز، ودخلنا الكلام ده للمنازل وكمان عملنا حل للسيارات. النقطة الثانية وهو توفير جزء كبير جدا من استيراد الغاز أو استيراد البوتاجاز اللي هو عامل أساسي كأنبوبة للبوتاجاز يستخدمها المواطن يوميا بمعدلات، احنا بنتكلم على حوالي من 900 لحوالي 930 ألف أنبوبة يوميا. وبالتالي كلما زاد عدد الوحدات اللي يدخل لها الغاز الطبيعي وتوصيله، كلما قل عدد استخدام أو استهلاك أنبوبة البوتاجاز، وبالتالي يقل أيضا استيراد هذه السلعة من خارج البلاد تدريجيا. النقطة الثالثة وهي أن مبادرة حياة كريمة هي أحد المبادرات اللي هي بتسعى جاهدة إلى ارتقاء بمستوى المواطن المصري، سواء إذا كان في الريف أو في المناطق القريبة للحضرية. هذه المناطق بتحتاج إلى نوع من الخدمة لم تكن هذه الخدمة موجودة، وهي خدمة توصيل غاز طبيعي للمنازل. هذه الثلاث نقاط أساسية استهدفتها كمشروع قومي القيادة السياسية، وبدأت قطاع البترول المصري منذ 2018 وبجهد جهيد وصل لإمكانات كبيرة جدا لمستويات عملية توصيل غاز للمنازل. احنا بنتكلم كمصر بدأت عملية توصيل غاز للمنازل من 1997 كإحصائية بسيطة. عايز أقول لك من 1997 لغاية 2018 مستوى الوحدات اللي تم توصيلها لا يتعدى 5.6 مليون وحدة، في حين إن احنا بس من 2018 وفي وقت قياسي جدا ثلاث سنوات قطاع البترول المصري نجح في توصيل 5.8 مليون وحدة سكنية، ليصل مجمل ما تم توصيله في مصر إلى حوالي 12.2 مليون وحدة. كما تم طرح الكلام ده من خلال شرح معالي الوزير لرئيس الوزراء. طيب، هذا فيما يتعلق دكتور جمال بإيصال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والسكان. دعنا نتحدث بشكل أعمق، بشكل أوسع، على نطاق أوسع. مصر تسعى لأن تكون محور غازي في المنطقة، ما آليات مصر لتنفيذ هذا الأمر؟ دعني أطرح ليكي، الآليات كثيرة جدا. الموضوع لو تكلمنا عنه قد يأخذ كثير من الوقت، ولكن في عجلة شديدة وفي خطوط عريضة بشرح لك بس أن الموضوع بيتماشى في أركان أساسية الدولة المصرية. لديها بنية تحتية في قطاع البترول المصري مختلفة التنوع، بنتكلم على معامل تكرير 9، بنتكلم على حوالي 21 مصنع الأسمدة، بنتكلم على أيضا بنية تحتية لخطوط مد وربط الغاز الطبيعي بدول مجاورة، بنتكلم على شبكة توصيل محلي من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 28 محافظة، بنتكلم أيضا على مواني تصل إلى حوالي 7 مواني، منهم 4 مواني جاهزة بقدرات كبيرة. لدينا أيضا قدرات من مصنع الإسالة، لدينا قدرات، يعني عندنا مصنعين من الإسالة، لدينا قدرات من مصانع البتروكيماويات كدولة. يمكن بدأنا البتروكيماويات وصناعتها من 98، لكن نحن بنستهدف مع الغاز الطبيعي أن يكون لدينا مجمعات للبتروكيماويات، سواء إما في مجمع العين السخنة وفيما تم طرحه النهاردة من مجمع حديث في منطقة العالمين وفي ايضا منطقه العين السخنه. اذا هذا المجمل ده جعل للدوله المصريه بنيه اساسيه في ان تكون مركزيه الطاقه. صحيح، وهذا يجذب الكثير من الشركاء الدوليين للتعاون مع مصر في الفترة القادمة في مجال الطاقة على وجه الخصوص. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال الأليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، على هذه المداخلة.